النهارده العالم يعني بيحتفل باليوم العالمي للغذاء، واليوم ده اعلنته منظمه الاغذيه والزراعه الفاو التابعه لمنظمه الامم المتحده للتوعيه باهميه الغذاء والتحفيز على العمل للحفاظ عليه، ولان الميه هي جزء اساسي من حياتنا وصحتنا، فتم اختيار اهميه المياه عشان يكون شعار اليوم العالمي للغذاء السنه دي. طيب ايه اهميه المياه بالنسبه لوظائف جسم الانسان؟ نشرب قد ايه في اليوم بالنسبه للاطفال، بالنسبه للكبار؟ هل مثلا شرب المياه في العصاير، في الشاي، في القهوه تغني عن شرب المياه كمياه لوحدها كده؟ ده كله هنعرفه طبعا، لان المياه مهمه جدا لسلامه النظام الغذائي. هنعرف كل هذه التفاصيل من دكتوره منال محي الدين، الباحثه بمعهد تكنولوجيا الغذاء اللي منورانا. دكتوره صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك، صباح الخير يا جمانة، صباح الورد والياسمين على كل المصريين اللي بيتابعونا على شاشه التلفزيون المصري. يا اهلا بحضرتك. أهلا. اهميه يا فندم اختيار وتحديد اهميه المياه بالنسبه لجسم الانسان، وحتى الشعار مخصص للمياه فقط. ده حقيقي، احنا بنعيش على كوكب الارض 72% من الكوكب عباره عن ميه. الميه العذبه اللي بيتنافس عليها الانسان والحيوان والنبات حوالي 2.5%. فالميه طبعا شيء مهم جدا، وحضرتك عارف ان احنا المشاكل اللي بتواجه العالم الفتره الجايه هي مشاكل الميه. فالميه زي ما هي مهمه للانسان والحيوان والنبات، فمهم ان هي تبقى متوفره بشكل امن وشكل صحي يقدر جميع الكائنات الحيه تتناوله بدون اي مشاكل. فمهم جدا ان احنا نتناول ميه سليمه خاليه من التلوث، نحافظ على الميه، عدم الاسراف فيها. وعشان كده الامم المتحده اتخذت شعار المياه هذا العام هو شعار لليوم العالمي للغذاء. حضرتك قلت أهمية المية لجسم الإنسان، يعني سبحان الله إحنا أكتر من 50% من جسمنا عبارة عن مية. تكوين جسم الإنسان حوالي 75% منه عبارة عن مية. فشرب المية أول حاجة مهم جدا للتركيز وزيادة التحصيل الدراسي ولتنشيط الدورة الدموية، لأن الدورة الدموية لما هتبقى نشيطة جميع أجزاء الجسم وأعضاء الجسم هتعمل بالكفاءة. كمان عند المية بتحافظ على درجة حرارة جسم الإنسان عند 37 درجة مئوية، ولا جسم الإنسان يتأثر بالبرودة ولا بالحرارة. لو ما كانش فيه مية في أجسامنا درجة حرارة الجو لما تبقى 40 يبقى إحنا جسمنا يبقى 40 وزيادة، تبقى مثلا بالماينس يبقى جسمنا هينزل بالماينس. وجود الماء بشكل متوازن جوه جسم الإنسان ده بيحافظ على درجة حرارة المية. المية بتخلص الجسم وبتعمل له ووشنج طول الوقت من السموم المختلفة اللي بتخش أجسامنا عن طريق الأغذية وعن طريق الهواء ممكن الملوث، فالمية طول الوقت بتغسل أجسامنا. كمان المية مهمة جدا للزوجة الدم، يعني احنا خصوصا احنا كمان داخلين على فصل الشتاء وناس كتيرة بتنسى تشرب مية خلال فصل الشتاء وتقول ما بنعطش. ده بيؤدي ان لزوجة الدم بتتغير فبتبقى أتقل فما بتصلش للأطراف، فطول ما احنا قاعدين حاسين ان احنا سقعانين. ده بسبب ان الدورة الدموية بتكون بعافية شوية. فمهم جدا في فصل الشتاء ان احنا نحرص على تناول المشروبات الساخنة وتناول المية بشكل مستمر حتى لو احنا مش عايزين نشرب مية، لان ده بينشط الدورة الدموية بيدينا شعور بالدفء. عايزة اقول لحضراتكم ناس كتير هتقولك ما بحبش اشرب المية، ما بتجيش على بالي. اقول له لا، حط إزازة مية قدامك، حط فيها عود نعناع، حط شرائح ليمون برتقال، بحيث ان هي تغير طعم المية وتخليك اكثر اقبالا على تناول المية وشرب المية. المشروبات الساخنة كمان في فصل الشتاء من الحاجات الصحية ومن الحاجات المفيدة. وناس كتيرة تقول هل الشاي والقهوة داخلة معانا في حسبة المية اللي هي المفروض من 2 ل 3 لتر للشخص البالغ السليم؟ نشرب من 2 ل 3 لتر يوميا. الناس كتيرة بتستغرب الرقم او بتستكتره وتقول ده انا ممكن اشرب كوباية او 2 على مدار اليوم. ما ده على فكرة بيعمل لنا مشاكل على مدار اليوم احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا ان ده بسبب نقص المية. يعني مثلا ما اخش المطبخ او الأوضة وادور اقول انا كنت جاي هنا ليه، ده على فكرة نقص مية، لان نقص المية بيعمل حالة من النسيان في اجسامنا، حالة من عدم التركيز. فنقص المية من الحاجات اللي بتقوي الذاكرة. المشروبات الدافئة او السخنة زي الشاي، القهوة، اليانسون، النعناع، هي داخلة ومش داخلة معانا في حزبة المية. يعني ايه؟ يعني النهاردة انا لما بشرب كافيين كتير وشاي كتير وقهوة كتير، على فكرة الكافيين الكتير اللي زيادة عن احتياجاتنا بيعرض الجسم للجفاف، بيعرض الجسم لحدوث الجفاف
وبتعتبر الشاي بيعتبر الشاي والقهوه من مضرات البول. فلازم نشرب ميه، يعني الكميه اللي هشربها شاي او قهوه بشكل بسيط كده للساده المشاهدين لازم اعوضها بميه، عشان كده كان دايما زمان لانها بتخرج بتساعد ان اخراج الميه من الجسم، بتضر كميات كبيره جدا من الجسم، فبتعرض الجسم لحاله من الجفاف والصداع. عشان كده زمان كانوا بيقدموا دايما فنجان القهوه جنبه كوبايه ميه، عشان ما نشرب القهوه نشرب معاها كوبايه الميه. فالميه مهم جدا، اعتقد ده عشان حبيبات بتاعه القهوه، يعني عشان لا هو البودره بتاعه القهوه نفسها يعني لا هو علميا الموضوع ده ليه اساس علمي، ان الكافيين زي ما جومانا قالت بيساعد على اخراج الميه من الجسم بشكل سريع جدا. فانا عشان ما يحصلش عندي دروب في الميه او جفاف، فبنبتدي نعوض الميه دي، يعني كل حد يشرب كوبايه شاي او قهوه يا ريت بعديها كوبايه ميه عشان نعوض الفاقد باستمرار في اجسامنا. الاطفال الصغيرين مهم جدا يكون في معاهم في المدرسه وخلال اليوم الدراسي ازازه ميه، يشرب على الاقل خلال اليوم الدراسي لتر ميه، لان التلميذ اللي في المدرسه ده بيعمل مجهود، محتاج تركيز، محتاج زياده تحصيل دراسي. على فكره كمان شرب الميه بيقلل من شعورنا بالتوتر، بيقلل من حالة العصبية، بيدينا حالة من الهدوء، حاجات كتير وأسرار كتيرة جدا المية ليها تأثير على جسمنا فيها. طب دكتور ممكن بتفضل. الاستعاضة زي ما حضرتك قلتي ان في ناس تقول انا ما بحبش اشرب مية، بس ممكن هشرب عصاير، هشرب حاجات سخنة ايا كان بقى، بس مش قادر ما بعرفش اشرب مية. هي مشكلة العصاير عندنا ان فيها كميات سكر كبيرة قوي. يعني المية سبحان الله هي عبارة عن زيرو كالوري، يعني مهما اشرب ميه، حتى عفوا يعني المقاطعه برضو عشان ندخلها معانا في الاسئله، الميه الفواره مثلا، الصودا او الميه الفواره الموجوده حاليا، احنا ما بنقولش ان هي ضاره على الصحه، بس ما يعني ما تبقاش شيء اساسي في يومنا، يعني ممكن واحده او اتنين على مدار اليوم ما نكترش منها. ولكن الميه اللي هي بتاعت ربنا سبحان الله دي ميه ملهاش تاثير ضار على جسمنا، زيرو كالوري، بالعكس دي بترفع من كفاءه الحرق. عن طريق ايه؟ ان احنا عشان نشرب الميه وتخرج من جسمنا هي بتعمل مجهود كبير جدا في جسمنا، وبتعدي على اعضاء الجسم، فبتخلي الجسم يعمل حركه ويبذل مجهود وطاقه ويفقد عدد من السعرات الحراريه. نرجع تاني لسؤال جومانا، نقدر نستعيد عن ده بالعصائر؟ كل ما العصائر كانت طبيعيه، كل ما كانت كميه السكر المضافه قليله. طبعا احنا ما بنرجحش خالص او نرشح العصائر المصنعه اللي عباره عن لون وطعم وخاليه من القيمه الغذائيه، لا ده في الحاله دي هي بتضر الجسم اكتر ما الجسم ما بيقدر يستفاد منها. فشرب الميه من الحاجات اللي مهمه، نقدر نحط شرايح ليمون، شرايح نعناع، طبعا لو هنعمل مثلا احنا في موسم الجوافه موجوده حاليا في الاسواق، نعمل عصائر طبيعيه ونقدمها لافراد الاسره، ده يكون شيء صحي. طالما تطرقنا لناحية المشروبات، برضو أنا عايز من خلال برنامجكم أنصح شبابنا اللي بيتناول مشروبات الطاقة وبقت موجودة بكثرة، وعايز أقول إن ليها تأثير ضار جدا على جسمنا، إنها فيها كمية كافيين عالية، العبوة الواحدة فيها حوالي بما يوازي 15 فنجان قهوة، فده طبعا تأثير. العبوة الواحدة؟ ده حقيقي، العبوة الواحدة من مشروبات الطاقة وللأسف متداولة بين الشباب وخصوصا شباب الجامعات، هي عبارة عن 15 فنجان قهوة كمية الكافيين اللي فيها تقريبا بتوازي كده. طبعا دي بتسبب حالة من الجفاف للجسم، بتسبب زيادة ضربات القلب لأن نسبة الكافيين فيها عالية، تحتوي على نسبة سكر عالية، طبعا بتزود نسبة الالتهابات وبتؤدي إلى ارتفاع مؤشر السمنة. برضو احنا عندنا المية من الحاجات اللي موجودة في الأكل اللي احنا بناكله، هو المية مش موجودة بس في كوباية المية اللي احنا بنتناولها، يعني عندنا كتير من الخضروات والفواكه أغلب تكوينها من المية. يعني الخضروات الورقية عندنا زي فصل تحسب برضو من اللترين ولا دي بره اللترين؟ لا طبعا دي بره الحسبة، عشان احنا بننسى بس والله، لا يعني دايما ننسى موضوع شرب المية ده، وبنعتمد برضو زي ما حضرتك ذكرتي كده، انا مش عطشان بس اعتمدت ان انا مثلا كلت خيار فيه ميه، كلت طماطم فيها ميه، فيه خضار فيه هي بتساعد طبعا. يعني احنا عندنا بعض الخضروات اللي مرتفعه في نسبه الميه زي الخيار زي ما حضرتك ذكرت، الخضروات الورقيه في فصل الصيف، عندنا البطيخ، عندنا الخس. بما ان احنا داخلين على فصل الشتاء بقى يا دكتور، قولي لنا ايه الاكلات او ايه الخضروات اللي فيها ميه الغنيه بالميه؟ يعني الخضروات الورقيه كلها عندنا غنيه بالميه، عندنا الخيار غني بالميه، داخلين على موسم البرتقال واليوسفي والموالح،
طبعا دي كنز من كنوز فيتامين سي، غنية بفيتامين سي وغنية بالمية. وسبحان الله احنا بنلاحظ ان في فصل الشتاء بتكتر انواع الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي عن بقية السنة او في فصل الصيف. ليه؟ ده يعني شغل ربنا، بيرفع مناعة الجسم عن طريق الخضروات والفواكه اللي موجودة. فيتامين سي من الحاجات اللي بتقوي الأغشية المخاطية، بترفع من مناعة الجسم. كمان فيتامين سي مهم جدا لأبنائنا التلاميذ اللي بيعاني من الأنيميا، يعني هو بيحافظ على الوقاية من الأنيميا، وفي نفس الوقت بيعالج مرضى الأنيميا، لأنه بيرفع من كفاءة امتصاص الحديد اللي موجودة في الأغذية. عشان كده بقول لما بناكل وجبة غنية بالحديد زي مثلا الكبدة أو اللحمة أو طبق من البقوليات زي فتة العدس في فصل الشتاء، يا ريت يبقى عليها عصرة ليمون أو نشرب كوباية عصير ليمون أو برتقان بعديها. ده بيرفع من كفاءة امتصاص الحديد اللي موجود في الوجبة الغذائية. طيب، نقص المية بكل تأكيد بيؤدي لجفاف. ده حقيقي. في بعض الناس رابطه الموضوع ده بجفاف الجلد البشرة، وكمان بيأثر على الشعر، هل فعلا نقص المية بيؤثر عليهم؟ ده حقيقي. ده لكن برضو ما نرجعش نقول ان شرب المية هيؤدي لنضارة البشرة ويؤدي الى يعني ما بيبقاش فيه تساقط للشعر وانبات للشعر، يعني اعتقد ان هو ملوش علاقة. طبعا اللي عنده مشكلة لازم يحلها، يعني اللي عنده مشكلة تساقط شعر، لان تساقط الشعر ده مشكلة كبيرة، نقص المعادن، نقص الفيتامينات، الحالة الصحية للشخص، هل بيعاني من امراض او لا، كل ده بيأثر. يساعده بقى المياه، تساعده المية هنا عامل مساعد، بيساعد على ان احنا نعدي بالحالة، الحالة تبقى افضل. مؤشر من مؤشرات فعلا نقص المية في اجسامنا اللي هو جفاف الجلد، الجلد خصوصا مع فصل الشتاء نلاقيه يقشر شوية، بيبتدي يبقى خشن شوية، ده مؤشر من مؤشرات نقص المية. الشعر طبعا برضو المية بتدي نضارة. احنا حتى لو جبنا يعني هنقارنها بالفواكه المجففة، لو حضرتك جبت الفاكهه المجففه وحطيتها في كوبايه ميه لمده ساعه ونص ساعه، بتلاقيها امتلأت بالميه وبقت نضره. صحيح. يعني الخشاب في رمضان احنا بننقعه في محلول سكري او في ميه، بيبقى البلح رجع تقريبا فريش زي ما كان. فلا طبعا الميه ليها دور كبير جدا. ده كمان مرونه الجلد يا دكتور، مش فكره حتى ملمس الجلد، المرونه نفسها بتاعت الجلد. ده حقيقي يا جمانه، بيدي مرونه للجلد. مهم جدا تناول الميه خلال التمارين للرياضيين. يعني الرياضي دايما نقول خلي معاك في التمرين ازازه ميه، لانه طبعا بيفقد بيعمل مجهود كبير جدا، بيفقد كميه ميه كبيره جدا عن طريق العرق، فلازم يبقى في تعويض مستمر للسوائل في جسمه. عايزه اقول لحضراتكم ان برده توازن السوائل في جسم الإنسان ليه تأثير مهم جدا على ضغط الدم في جسم الإنسان. يعني الشخص اللي بتلاقيه بياكل كمية أملاح كتيرة مثلا وما بيشربش مية كتيرة، الضغط بيعلى عنده بشكل مباشر وبشكل عالي جدا، لأن عنده حصل اختلال في الضغط الأسموزي اللي موجود في جسمه. فمهم جدا شرب المية خصوصا بعد وجبة غنية بالأملاح، مثلا حد كان رنجة ولا سبحان الله، برضو لو حد كل وجبة غنية بالأملاح الجسم بيخزن مية لو ما شربش مية كتير. ده حقيقي، بيخزن جسمه، الجسم يبتدي يورم، وده طبعا بيكون ليه تأثير ضار. مهم جدا شرب المية ان احنا بيغسل الكلى طول الوقت، فما بيديش فرصة للحصوات تتكون على الكلى، ما بيديش فرصة لارتفاع نسبة الأملاح في أجسامنا. عشان كده احنا من خلال برنامجنا صباح الخير يا مصر بندعو الناس انها تحافظ على المية كمان. يعني مش نهتم بس بشرب المية، كمان بمناسبة اليوم العالمي للغذاء ان احنا نهتم بالحفاظ على المية، لان للأسف الناس بتصرف في استخدام المية بشكل رهيب جدا. اللي نلاقي الناس بتغسل مثلا العربيه بالخرطوم مثلا، طبعا ده شكل من اشكال الخرطوم اصلا سايب في الارض كده، ميه مفتوحه في الشارع، ده حقيقي. الحنفيه اللي بايظه في البيت، الحنفيه اللي بتنقط في مكان العمل، كل دي من مظاهر الاسراف اللي لازم ناخد بالنا منها ونحافظ على الميه. والدوله المصريه بتسعى جاهده في الفتره الاخيره ان هي توفر مصادر الميه، لان صحيح. حصه مصر من الميه هي 55 مليار متر مكعب، بقى لها عشرات السنين ما زادتش متر مكعب واحد. النهاردة الدولة خدت خطوات إيجابية في موضوع تحلية المية ومعالجة المية، وتقريبا احنا أصبحنا من المراكز الأولى على مستوى العالم في موضوع تحلية المية ومعالجة المية. وخدت دور كبير برضو الدولة في ان هي تبطن الترع والمصارف، لان كل ده بيوفر مية. صحيح. فتوفير المية ده من الحاجات الهامة جدا، لان احنا برضو لازم لكن نوفر الوعي ايضا. يعني الوعي كمان مهم قوي يا دكتور، مش فكرة يعني طبعا الدولة خلينا نقول ان هي عملت اللي عليها، لكن حقيقي. يبقى كمان وعي المواطن، لانه لو ما فيش وعي يبقى كل المجهود ده يعني راح على الفاضي. ده حقيقي يا أستاذة جمانة، لأن فعلا المية سر الحياة. طب أخيرا تفضل يا شسلي.
دكتوره، هل حضرتك قلتي من 2 لتر ل 3 لتر، هل ده لكل الفئات العمريه، للاصحاء، للمرضى، لكل الناس، للاطفال، للكبار، في السن، للشباب؟ طبعا للطفل بتبقى حوالي 2 لتر خلال اليوم، للشباب من 2 ل 3 لتر. في بعض الاشخاص طبعا الحالات المرضيه اللي عندهم القلب او بعض المتاعب الصحيه في الكلى او الكبد بيكون ليهم حصه من الميه الطبيب هو اللي بيكرها، لان تصريف المية في أجسامهم أو إزاي بيتخلصوا من المية ما بيكونش زي الشخص الطبيعي، لأن للأسف بيحصل تخزين للمية في أجسامهم، فده طبعا بيعمل لهم مشاكل صحية، فطبعا بيكون ليهم كميات معينة تحت الإشراف الطبي. ومهم جدا إن احنا نشرب مية على مدار اليوم، لأن جسم الإنسان ما بيخزنش المية، فمهم بشكل مستمر إن احنا نشرب المية على مدار اليوم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره منال، باحثه بمعهد تكنولوجيا الغذاء، نورتينا يا فندم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم.